أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في موقع الهيئة: القسم الإغاثي في الهيئة يقدم المنح المالية للعائلات المتعففة في مدينة الموصل. جاء في المدى: تجار ومستثمرون عراقيون خسروا نصف أموالهم بسبب العقوبات على إيران. ونقرأ في موقع كتابات: بطلب إيراني، تحالف العامري والمالكي رشح الفياض لرئاسة الحكومة العراقية. ونطالع في الجزيرة نت: ترامب يتوعد تركيا، سترون ما الذي سيحدث. جاء في العربي الجديد: ماكغورك وسليماني في بغداد، سباق لاستعجال حسم التحالفات. أقرأ في القدس العربي تحت عنوان: البيت الأبيض أعد وثائق إلغاء التصاريح الأمنية لعدد من المسؤولين. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة: واشنطن ترصد توسعا لعمليات الجيش الصيني، قاذفاته تتدرب على ضرب أهداف أمريكية. أهلا بكم. من الواضح أن 90% أو أكثر من الحراك السياسي المتواصل منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية في 12 من آيار الماضي يدور حول من يتحالف مع من لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيعهد إليها بتشكيل الحكومة الجديدة، ومن يتولى هذا المنصب أو ذاك، وبخاصة مناصب الرئاسات الثلاث بحسب الكاتب عدنان حسين في المدى العراقية. القوى المتنفذة جميعا لم تزل تلف وتدور في إطار الحلقة المفرغة السابقة التي قادت البلاد إلى الخراب الذي ثارت القوى الحية في المجتمع من أجل وضع حد له باجتثاث الفساد الإداري والمالي على نحو خاص والإقلاع عن نظام المحاصصة المدمر. الآن القوى الشيعية مختلفة على مرشحها لرئاسة الحكومة، والقوى السنية مختلفة على مرشحها لرئاسة مجلس النواب، والقوى الكردية مختلفة على مرشحها لرئاسة الجمهورية، ولم نجد في المقابل من يختلف أو يتفق على البرامج التي لم يفكر بها أحد، بدليل أنها ليست مطروحة. هذا مؤشر على أن هذه القوى راغبة بإعادة إنتاج العمليات السياسية الفاشلة شكلاً ومضموناً والإبقاء على نظام المحاصصة، ما يعني أن كل المشاكل والأزمات والكوارث التي شهدناها على مدى 15 سنة الماضية مرشحة للاستمرار والتفاقم. هذا يعكس من جديد الخواء الذي تعيشه الطبقة السياسية المتنفذة، الخواء الفكري والخواء السياسي والخواء في الوطنية. لولا هذا الخواء ما كانت القوى السياسية ستحتاج إلى كل هذا الوقت تشكل تحالفاتها ولتتفق على المرشحين للمناصب الرئاسية بحسب الكاتب. الفقراء ينتظرون الموت في بلادي، مقال للكاتب طارق الجبوري في صحيفة الزمان، يقول فيه: في وقت تزدحم ملفات أعضاء مجلس النواب وفي جميع الدورات وملفات الوزراء ووكلائهم وأصحاب الدرجات الخاصة بمختلف عناوينهم وفي جميع الرئاسات بقوائم صرف بملايين الدولارات كمخصصات إفاد مثلا أو معالجة قشرة رأس وعمليات تجميل وغير ذلك، يعاني ملايين العراقيين خاصة أصحاب الدخول المتوسطة والواطئة من حرمان ليس له نظير. تطالعنا الأخبار بين فترة وأخرى عن رجل انتحر لأنه عجز عن توفير قوت أو دواء ابنه، ونسمع قصص مآسي ولوعات لو شاهدناها في الأفلام الهندية سابقا ما صدقناها، لكنها على مأساويتها لا تحرك ضمير أي مسؤول. ومما يدعو للأسى هذا التنافس بين الأحزاب المهيمنة على العملية السياسية للاستهانة بعقولنا، فتراهم يتبارون في إطلاق التصريحات لإدانة الفساد
والدعوة لمحاربته، وكأن من يمارسه من خارج الوطن وليسوا هم بشحمهم ودمهم. ومع ذلك على الفقراء في بلادي ألا يتظاهروا ولا يلعنوا الطبقة السياسية التي سببت كل هذا الخراب للوطن، ولا يرفع صوته متسائلاً عن مصير الثروات المنهوبة. العراقيون يموتون يومياً بسبب الفقر والمرض، وسياسيو الصدفة يثرون ويكنزون الذهب والفضة لتكوى بها جباههم، يأكلون ويسرفون، وما علينا إلا انتظار الموت عندما تضطرنا الظروف لدخول مشفى حكومي لا نملك ثمن التحليلات أو الدواء التي علينا أن نشتريها من خارج المستشفى. نعم، الفقراء ينتظرون الموت في بلادي، فهم لا يملكون مبالغ الأطباء ولا أجور المستشفيات الأهلية التي لا تقل عن مليونين، ولا حتى أجور الجناح الخاص في المستشفيات الحكومية. ومع ذلك يقال للعراقيين عليكم أن تصبروا من أجل عملية سياسية صممت تماما على مقاس سياسي الصدفة. عن تداعيات الخلاف الأمريكي الإيراني على العملية السياسية في العراق كتب أمير المفرج في القدس العربي: إذ يتصاعد الجدل وتتعدد الخلافات بين الأحزاب العراقية في طريقة الوصول إلى كرسي الحكم في العراق بعد أن تم الانتهاء من حسم ملف رئاسة الجمهورية والبرلمان تماشيا مع مبدأ التوافق القومي والطائفي وما يعرف بالمحاصصة السياسية. من الواضح أن المنعطف الذي وصلت إليه الأزمة الإيرانية بعد فرض إدارة ترامب عقوبات جديدة على طهران قد قلل من احتمالات نجاح الوصول لعقد تحالفات لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة لصالح إيران، نتيجة لحتمية التزام العراق بالعقوبات من خلال تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أقر بوجوب احترام بغداد تلك العقوبات، خلافاً للفصائل والأحزاب التابعة لإيران التي رفضت الالتزام بها وتطبيقها. لا شك في أن صراع الأحزاب النافذة في المشهد العراقي الحالي وأملها في الوصول إلى منصب رئيس مجلس الوزراء يتبع نتائج ما سيفرزه الصدام الأمريكي الإيراني من نقاط القوة والضعف الناتجة عن سياسة لي أذرع إيران في العراق، نظراً لتزامنه مع فترة تشكيل الحكومة العراقية وإدراج عدد من الشخصيات العراقية الفائزة ببعض المقاعد البرلمانية على قائمة الإرهاب الأمريكية الجديدة، حيث سيعقد هذا القرار عملية تشكيل الحكومة، وبالتزامن مع مفاوضات تشكيلها الذي تدفع إيران بدعمها لصالحها تفادياً لبدء العمل بالعقوبات الاقتصادية. إن إلزام العراق بتطبيق قرار مقاطعة النظام الإيراني سيدفع لا محالة إلى توسيع تدخله في الاقتصاد العراقي من خلال أحزابه وميليشياته، مما قد ينقل العراق إلى صراع داخلي بين أتباع أمريكا وأتباع إيران داخل الأحزاب النافذة نفسها. تتصاعد وتيرة الخلافات التركية الأمريكية من غير أن يبدو في الأفق حتى تاريخه ما ينبئ عن قرب حلها، إذ تتعدى هذه الخلافات المطالب الأمريكية بإخلاء سبيل القس أو الراهب الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في أنقرة منذ زهر عامين، إذ ثمت مطالبات تركية في المقابل تتعلق ببنك خلق التركي الحكومي والعقوبات الأمريكية المفروضة عليه وعلى نائب مديره هاكان أتيلا المحتجز في واشنطن. وتتغذى هذه الإجراءات من أجواء عدم ثقة متبادلة بين الجانبين يعززها افتقاد كيمياء العلاقة الشخصية بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين، بحسب الكاتب محمود الريماوي في صحيفة العرب الجديدة. واقع الأمر أن سلسلة الخلافات قديمة، وعلى الرغم من احتواء كل خلاف ينشأ وتبريده إلا أن مفاعيله السلبية تبقى ثاوية في عمق العلاقات بين الجانبين.
وقد بدأت مع رفض أنقرة انطلاق المقاتلات من قاعدة إنجرلاك الأمريكية في الحرب على العراق عام 2003، وبعد نحو سنة على صعود حزب العدالة والتنمية، ثم اشتد سوء التفاهم مع تسيير تركيا أسطول الحرية في عام 2010 لفك الحصار عن قطاع غزة وما تبعه من تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية. ثم احتلت مسألة الموقف من الإرهاب حيزاً مهماً في تصدع العلاقات، فأنقرة تأخذ على واشنطن تعاونها المستمر مع الحركة الكردية المسلحة في سوريا ذات الارتباط بحزب العمال الكردستاني، وواشنطن تضمر موقفاً سلبياً ضد ما تعتبرها علاقات سبق أن نسجتها أنقرة مع حركات جهادية سورية، فيما تأخذ أنقرة على واشنطن سياستها المضطربة بل المتخبطة إزاء الوضع السوري، وترى واشنطن أن أنقرة تبدو ميالة إلى إيران في الملف النووي للأخيرة وما نجم عنه من اتفاق فيينا لعام 2015، وأنها لا تؤيد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، علاوة على أنها غير متحمسة إن لم تكن غير مؤيدة للعقوبات الأمريكية المقررة أخيراً على إيران. ويضيف الكاتب أن السلبية الأوروبية البادية حيال الأزمة الأمريكية التركية ناجمة عن اهتزاز العلاقات مع أنقرة خلال السنوات القليلة الماضية. استقرت الأمور الآن في سوريا لمصلحة المنتصر الروسي الذي يستعين بالطرف الإيراني ويتعاون مع الطرف التركي مستفيدا من انتصاره السوري لتثقيل موقفه وموقعه الدولي في مواجهة الطرف الأمريكي والدول الغربية عموما. سوريا تحت الوصاية الروسية، عنوان مقال للكاتب لؤي حسين في صحيفة الحياة. في النتيجة أن سوريا في حالتها العاجزة والمنهارة الراهنة تحتاج إلى دولة قادرة أو مجموعة دول ترعى مرحلة ما بعد الحرب فيها، بما تشمله هذه المرحلة من بناء مقومات دولة قادرة على العيش في شكل سلمي. لكن تسمية الراعي لا تحدده الرغبات والأماني أو الأدعية، بل هو تحصيل صراع وحرب، وقد حسمت الحرب وبت الأمر، وبات الوجود الروسي العسكري والسياسي والدبلوماسي في سوريا هو المهيمن والطاغية على المشهد برمته. ولا أعتقد أننا في حاجة لبرهنة اللا إمكانية الآن لأي عملية سياسية في سوريا من دون قيادة موسكو لها، ولن تجري عملية إعادة الأعمار بعيداً من الحسابات الاقتصادية الروسية. ونرى الآن كيف أن عودة اللاجئين السوريين إلى البلاد بدأت تنحصر بالممرات الروسية. ولو كان المنتصر في الحرب دولة أخرى أو مجموعة دول أخرى لكانت هي الآن التي تحظى بهذه المكانة المهيمنة. ويضيف الكاتب روسيا مهيمنة الآن على سوريا برضا دولي، ومسألة الهيمنة هذه من المفترض ألا تشكل مفاجأة عند البعض، فقد كان هذا الموقع شاغراً منذ السنة الثالثة للأزمة السورية بانتظار أن يتبوأه المنتصر في الحرب الدولية بالوكالة في سوريا. الصهاينة في الأراضي المحتلة لا يلتزمون باتفاقيات أو تفاهمات أو حتى مواثيق. مقال للكاتب عبد الستار قاسم في موقع عربي 21 يقول: فالصهاينة لا يلتزمون لا بهدنة ولا بتفاهم، وهذه هي سيرتهم مع العرب منذ عام 1948. الآن يتحدث الإعلام عن فرصة لعقد هدنة بين المقاومة في غزة والكيان الصهيوني، ويأتي هذا الحديث ضمن ظرف يشعر به الصهاينة بالضيق بسبب مسيرات حق العودة وبسبب تطوير قدرات المقاومة العسكرية واتباعها استراتيجية جديدة عنوانها القصف بالقصف. هذه استراتيجية أربكت الصهاينة لأنه لم يعد بإمكانهم تنفيذ عمليات عسكرية في غزة بدون هيأ رعى المستوطنون في جنوب فلسطين إلى الملاجئ.
والملاحظ أن الصهاينة بالتعاون مع أهل الغرب الاستعماريين يلوحون بالعصا والجزرة لغزة في آن واحد. من ناحية يقول الغربيون إنهم مستعدون لتقديم معونات مالية لغزة لتحسين ظروف الناس وللإعمار، ومن ناحية أخرى يقوم الطيران الحربي الصهيوني بتوجيه ضربات موجعة لغزة، وذلك لدفعها نحو قبول الجزرة الغربية، وطبعا وفق أثمان لم يفصحوا عنها بعد. ويختم الكاتب بالقول: لا أرى أن هدنة ستتم بين الصهاينة والمقاومة الفلسطينية التي تقودها حماس، والأفضل للمقاومة وعموم الفصائل الفلسطينية ألا تدخل بمساومات حول وجودها وقدراتها. بعيدا كل البعد عن السياسة، طورت شركة ديب مايند التابعة لجوجل والمتخصصة بأبحاث الذكاء الاصطناعي نظام ذكاء اصطناعي يمكنه أن يتعرف بدقة على 50 نوعا مختلفا من أمراض العين بدقة تضاهي دقة أطباء العيون، ويمكن لهذا النظام أن يحلل المسح الشبكي ثلاثي الأبعاد العين بحثا عن علامات مبكرة للإصابة بأمراض مثل الغولو كوما ومرض العين السكري والتكلس البقعي. وقد طور الباحثون هذا الاكتشاف بتعاون بحثي مشترك مع مستشفى مورفيلز آي بلندن طيلة 18 شهرا الماضية. متابع ممتع مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.